سيد الرئيس. مالو السلام عليكم. هاو هنا اخيرا معناتها لقيناك في كاردونا السيد رئيس اللجنه معناتها. مرحبا بك. حبينا نسالوك بالضبط لو سمحنا معناتها قلقناك. حبينا نسالوك شنو وصلت نتائج التحقيقات في 15 رضيه؟ انا رضيه. الرضع اللي ماتوا في مستشفى الرابطه. اش دخلني في الرابطه بتاع الكوره؟ تواضع حديث دخلني في الكرة أصلاً. ما سبت رواحك في الحكاية. يا دكتور استناني يا دكتور لحظة. مانيش نحكي على الرابطة بتاع كرة القدم، نحكي على مستشفى الرابطة. أنت سيادتك رئيس لجنة بتاع التحقيق في وفاة 15 رضيع اللي حطها. ترك القضية بتاع الرضع بلا وين وصل العدد نتاعهم؟ قداش هو العدد نتاعهم وقتها قلنا؟ عجب طوال اتصل فيه، مش قلتوا 15 رضيع توفاوا؟ قلنا 15. اي ما طلعت انت هاي هنا قلنا 15. عجب مشكفونا في روحنا. ما قداش قلت؟ ما قلناش وقتها، مازلنا ما قلناش. قلت 15 وقلت وقتها معناتها ثم معناتها تحقيقات وبالاماره معناتها قلت معناتها ما ثماش معناتها مشكل في الدويات، انفيت المشكل في الدويات. ما انا مشكل فيش اخي، وليت اتصل فيني المشكل فيش؟ فهمني، ما فاهم حد شيء جايبني هكاك. خي انت قلت باش نطلع، نعاود نطلع مره اخرى ومش نعطيكم الصحيح ومش نصارحكم، وقلت راه ما ثماش اشكال في الدواء وطمنتنا وكذا، وتلوجوا قاعدين تلوجوا على التعفن ولا شنو على الجرثومه. اي برا 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 برا. تذكرت طال علي العهد، شبيك الحكايه عند ياسر شبيك. الحمد لله كتذكرت. ان شاء الله راه ذاك هو. خرج لنا شويه عاد من كاردونا وورينا نتائج التحقيقات وين وصلت. انا باش تشوفوا اللجنه كيف قاعده تخدم. فين وصلتوا بالضبط لو تحكي لنا؟ شوي باي خذ راحتك. اصبر. انا راني كما قلت لكم، انا راني محلف. باش نحكي معاك بصراحة زادة من الاخر، انا راني محلف. وان شاء الله نلقوا أي حاجة باش نعلموكم. جرثومة من الدواء من السيرة كل شيء رانا باش نعلموكم. وأنا مكلفتني الدولة في اللجنة هذه باش نبحث على الجرثومة. طلع الجرثومة. هي فين وصلتوا؟ لقيتوهاش الجرثومة؟ تو تلوجوا على الجرثومة. يا خسير باش طلعوا الجرثومة. يعني اللوج هنا هاللوج هاك بروح يعني فصل الكاردونة اللوج على الجرثومة. احنا كنا نلقاها الجرثومة باش نقول لكم الناس كلهم نعلموكم ونعملوا الندوة الصحفية بتاعنا نقول لكم الجرثومة هذه منين جاية. ايه تو ما لقيتها الجرثومة معناتها منين جات ما عرفتوش. رانا الجرثومة رانا باش نلقاها. انتم تحبوا نحكوا بصراحة، احنا رانا تشخشبنا شوي، جاتنا القمة تشخشبنا. باش نكون معاك صريح. القمة العربية. القمة العربية جاتنا شخشبتنا القمة، هنا كنا متصورين مش نلقاها قبل القمة، ولا مش نلقاها في القمة. الجراثيم كثرت اخويا، ما نجمناش نلقاها، راه مش سهل باش تلقاها الجرثومة، راه مش سهل. معناتها ما تحب تقول ما لقيتوهاش، ولا معناتها ما تحبوش تصارحوا العباد منين جت الجرثومة بالضبط؟ أعطينا لا, لا 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 أنا من منبري هذا ومن وسط الكردونه هذه، وانت شفتني فاش نعمل، واللي ما في بالش بالموضوع، وجيتنا على غفله، وتلقاني اللوج على الجرثومه، احنا متجندين، وزيد رانا محلفين قدام ربي على الجرثومه، وقدام الشعب على الجرثومه، لازم باش نلقاه. اي انت ايش تقول للشعب؟ ايش نقول له؟ شو نحب نصالح الشعب؟ نقول له راهي مش سهيله، مش سهيله باش تلقى الجرثومه، الام مش سهيل باش تلقاها يا رسول الله. شبيك لو نعطيك معلومات انت؟ في السنين هذه الجايه تعرف الجرثومه قداش تولد؟ الجرثومه مش لعبه، يعني مش سهل بتلقى الجرثومه. اي معناتها انتم ما لقيتوهاش، ولا معناتها بصراحه معناتها ما تحبوش تصارحوا الشعب منين جايه الجرثومه؟ اعطينا الصحيح. انا تحب الصحيح، انا من منبري هذا نقول للشعب راني محلف وراه مش سهل راه محسوبه كلها محلفه، تو وزره محلفه والواحد كلها محلفين على الجراثيم. لا محلفين على الجراثيم هنا، مش كل واحد يليف، هذاك حاجه اخرى، اللي تحلف على حاجه اخرى هذاك يتحمل مسؤوليه. تعطينا الصحيح ما غير مراوغات، ايش تقول للشعب؟ انا نقول للشعب راهو مش سهيل، راهو يا شعب راهو مش سهيل باش نلقوا الجرثومه الام. راهو حاجه صعيبه باش تبقى وسط هالجراثيم، الكم الهائل بتاع الجراثيم تتناقز من كل بلاصه وفي كل بلاصه، ما تنجمش تطلع الجرثومه الام. باش راهو نكون معك صريح، راهو حسابيا محسوبه في الثانيه الام نتاع الجرثومه تجيب 10 ملايين جرثومه، وبرا عاد انت لمدها واحسبها. انا من منبري هذا
منفصل كاردونا معناها. اي نعم انا نؤمن بري هذا، نكلم الشعب التونسي، اي واحد اي مواطن حب كبير صغير امراه انثى ذكر راجل يلقى الجرثومه يجيبها لنا.